بماذا ستخرج القمة، وهل ستستطيع وقف إطلاق النار ناهيك عن ضغوط واضحة دولية أمريكية على بعض الجهات المسؤولة في الوطن العربي، مستغلة المخاوف القطرية والإقليمية ذات النزعات الأيديولوجية، وهناك معادلات أخرى أدت إلى قضية التقاعس عن تلبية الدعوة بثلثي أعضاء مجلس الجامعة. لا أعتقد بلادنا تمردت على أي ضغوط، لأن بلادنا كانت أول من بادر بالدعوة إلى القمة العربية لوقف هذا العدوان، وبالتالي فمن يبادر بهذه المبادرة ويكون في طليعة الدول التي تتبنى انعقاد القمة، وكما سمعتم أن فخامة الرئيس علي عبد الصالح وجه دعوات خطية إلى إخوانه الزعماء العرب قاطبة، وكان هذا إعلان صارخ بأننا مع وطننا العربي، مع لبنان الحر، مع أمتنا، ضد الظلم، ضد العدوان، ضد أن نترك النعجة تصايع أسدا كاسرا. ومن أجل هذا فاليمن أدت واجبها، وستظل اليمن أيضا تعمل بطرق دبلوماسية وسياسية مع أطراف دولية وإقليمية على أساس إطفاء الحرائق المشتعلة في لبنان ما وسعها الحال. 14 دولة الموافقة على انعقاد القمة لا تشكل ثلثي الأعضاء، كان الصوت 15 هو المرجح، وعز علينا أننا نجد دولة ترحب، وفي الوقت الذي يتوافق مع الموعد الزمني الذي حدده فخامة الرئيس علي عبد الله صالح. من أجل هذا فكان لابد من عملية التفكير في حلول وبدائل أخرى، أو نجعل الدول التي استجابت للقمة في حل من ترحيبها. وأعتقد أن اكتمال النصاب هو العامل الأساسي في سحب اليمن دعوتها لانعقاد القمة.